أعزائي المشاهدين، مرحبا مرحبا بكم. أنا اسمي بسام وهذه أستاذة يوان. إن الحركات التي تعلمناها في الدرس السابق قد كانت صعبة قليلا، ولكنني بذلت جميع مجهوداتي في جميع التمرينات. أستاذة، هل سنواصل تعلم حركات جديدة في هذا الدرس؟ نعم، لنبدأ. اليوم سنواصل تعلم الحركة الأساسية للنينجا. Thank you.
إلى يمين. ارفع النونشاكو إلى وراء الذراع، ثم أدي الدوران العمودي وتأبط المنطقة. ارفع الكف اليسرى، اهبط بالضغط قليلا وانظر إلى الأمام. قرب القدمين والآن كرر معي الحركات. ارتداد الذراع العالي، ارفع الذراع بحيث يصل أعلى الذراع إلى المستوى الأفقي وأدر النونشاكو بمفصل المرفق. الارتداد عند الخصر، ضع النونشاكو على جانب الخصر قبل الرجوع إلى مسكة النونشاكو تحت الإبط، خفف قوة النونشاكو عند الارتداد. We'll be right back.
let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. أستاذة، هل توجد حركات جديدة في الدرس القادم؟ نعم، أنا متشوق جدا لمعرفة ما في الحصة القادمة. مشاهدينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فانتظرونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.